بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سؤال أحببت أن أتوقف معكم حوله هذا اليوم: هل الحب حرام؟ للأسف هناك بعض الناس يعتبرون أن الحب بين الشاب والفتاة الغريبة التي لا تحل له طبعا شرعا أنها علاقة بريئة عذرية ينبغي على المجتمع أن يدعمها، لأن هذا الحب ينقي النفس طبعا كما يقولون ويهذب النفس ويسمو بالإنسان نحو مكارم الأخلاق ونحو أن يصبح يعني أكثر إنتاجا وأكثر إبداعا وأكثر عملا إلى آخره. أنا أقول أيها الأحبة، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي خلق الإنسان وقال عن هذا الإنسان: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. عندما قال الله تبارك وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما معنى ونهى النفس عن الهوى؟ ما معنى هذه الآية العظيمة أيها الأحبة؟ كيف نطبق هذه الآية لنحظى برضا الله سبحانه وتعالى، لنعيش حياة كما أحبها الله لنا؟ الله أعلم بما في نفوسنا أيها الأحبة. علاقة الحب بين رجل وامرأة خارج إطار الزوجية أقصد، العلم يحذر منها وعلماء النفس يحذرون من مخاطرها، والتجارب العملية تثبت أن معظم العلاقات تكون فاشلة. لذلك تجد الشاب يعدد علاقاته من فتاة إلى أخرى إلى أخرى، وبعض الفتيات كذلك. طيب ما الذي يحدث؟ دققوا معي أيها الأحبة. الله سبحانه وتعالى عندما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هل هذا الإله كان يعلم نفسية الرجل ونفسية المرأة وتأثير المرأة على الرجل أم لا يعلم؟ الله يعلم طبعا. طيب أنت تقول إن الحب حلال، نقصد بالحب يعني بين شاب وفتاة غريبة. طيب كيف نطبق هذه الآية: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ طيب كيف نطبق هذه الآية؟ يعني هل الإنسان يحب فتاة وينظر إلى الجهة الأخرى مثلا؟ ما هو أول مراتب الحب أيها الأحبة؟ أن يتم تفاعل كيميائي هنا في الدماغ لصورة هذه المرأة، أحيانا لجسدها، لصوتها، مثل تأثير المخدرات بدون مبالغة أيها الأحبة. جامعة كامبريدج 2013 قامت بدراسة أثبتت أن النظر إلى الفتيات الجميلات أو الفتاة الجذابة، وطبعا الذي يحب يرى محبوبته أجمل الناس طبعا، وإلا لما أحبها، فهذا النظر يؤثر على مناطق من الدماغ تماما مثل تأثير المخدرات. إذن الله عندما نهانا عن العشق والحب والهيام وما إلى ذلك، هذا الإله يعلم أضرار هذه الظاهرة السيئة التي للأسف أحلها بعض الناس. الحب الحقيقي أيها الأحبة يجب أن يكون حبا في الله تبارك وتعالى، هذا الحب الذي يبقى ويستمر ولا تندم عليه أبدا، وليس له مساوئ وليس له أضرار. ولكن انظروا كم من العلاقات في العالم، نحن ننظر نظرة شاملة إلى العالم، كم هناك من العلاقات بين شاب وفتاة تنتهي بالفشل. انظروا إلى أي شاب سواء في الجامعة، في العمل، في الشارع حتى،
عندما يطلق لنفسه الهوى، هذه النفس يطلق هواها بحيث أنه ينظر إلى النساء. طبعا ملاحظة هنا أيها الأحبة، لو أننا طبقنا الآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، وطبقنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للإمام علي كرم الله وجهه يا علي، طبعا ليس انتقاصا من حق الإمام علي، لأن الإمام علي لا يمكن أن ينظر إلى ما حرم الله، ولكن النبي يعلمنا من خلاله رضي الله عنه، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. طيب بالله عليكم، أنا الآن أريد أن أغض بصري ولا أتبع النظرة النظرة وأحفظ فرجي ولا أنظر إلى أي امرأة، كيف سأحب أصلا؟ لاحظتم أيها الأحبة؟ إذن دائما بعض الفتاوى التي تأتي أو بعض الذين يبيحون للناس أمور محرمة يصطدمون مع القرآن ببساطة، مثل ذلك الرجل الذي أباح المساكنة بين المرأة والرجل، يعني الصداقة أو ما يسمى بعلاقة مساكنة، يسكن معها يمارس كل شيء ما عدا الزواج الشرعي، يمارس الجنس الزنا الكذا، ويعتبر هذا كما قال يعني من يدعى مفكر إسلامي أن هذا حلال ليس لا يخالف القرآن. طيب نعود للآية الكريمة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إذا غضضت بصرك لا تستطيع أن تتعرف إلى فتاة، ولا تستطيع أن تنظر إليها، ولا تستطيع أن تنظر إلى جسدها محرم، ولا تستطيع أن تقوم بعلاقة أصلا، لأن حتى الكلام الذي ستتحدث به معها ينبغي أن يخضع للآية الكريمة، وقولوا قولا سديدا، قول سديد، أنت لا يمكن في علاقة عاطفية سوف تقول كلام يعني غير مسؤول وتخشى أن يطلع عليه الناس طبعا. لذلك أيها الأحبة، يعني هذه الآية انظروا كيف بدأت، هذا النص القرآني، أنا أتمنى من كل شاب أن يستمع لكلام الله، يعني استمع، هذا كلام الله تبارك وتعالى. وأما من خاف مقام ربه، بدأ الله تبارك وتعالى معك بالخوف، لأن الخوف ضروري أيها الأحبة. أنت عندما تكون في حضرة عظيم ملك أو مسؤول كبير ترصد حركاتك وكلامك يصبح منضبطا، وحتى يعني تحاول أن تكون مهذبا لطيفا، لا تتكلم بأي كلام خارج عن الحدود. طيب أنت أمام مقام الله سبحانه وتعالى، وأما من خاف مقام ربه، الله تعالى له مقام عظيم. عندما تدرك قدرة الله وعظمة هذا الخالق، وتدرك يعني أن هذا الإله العظيم هو المتصرف في كل شيء، هو الذي أحياك ويميتك ويرزقك، وقادر أن يضرك أو ينفعك. طيب عندما تدرك هذه الصفات، صفات مقام الله، يحدث لديك نوع من الخوف. هذا الخوف هو الذي يجعلك تضبط هذه النفس، فلا تجعلها أو تتركها تتبع هواها، ونهى النفس عن الهوى. طيب ما هو المصير؟ ما هو الجزاء؟ ما هي النتيجة؟ فإن الجنة هي المأوى. إذن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك ينبغي أن تنتهي عن العلاقات العاطفية إلا ضمن الزواج. طبعا الحب كبير جدا، حب الله يكفي أن قلبك يمتلئ بالحب لله سبحانه وتعالى، لعباد الله، تحب الخير للناس، تحب أهلك، تحب أن تنقذ الناس من النار، إذا رأيت ملحدا حاول أن تنصحه لتنقذه من النار، أحب له الخير،
هذا هو مفهوم الحب الذي يبقى ويدوم أيها الأحبة. أما هذه العلاقات العابرة التي المحرك لها هو الشهوة، هي النفس الأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. امرأة العزيز عندما راودت سيدنا يوسف عن نفسه، انظروا كيف كما قال نسوة في المدينة أنه شغفها حبا، شغفها حبا، عاشقته. هذا العشق دمرها حقيقة وفضحها في نهاية في آخر القصة. وانظروا سيدنا يوسف الذي نهى النفس عن الهوى وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، أصبح ملكا لأعظم حضارة في ذلك الوقت. طيب بالله عليكم أحبتي في الله، أنت عندما تتذوق يعني روعة الخوف من مقام الله، والله لن هذه النفس لن تهوى شيئا بعد كلام الله. ستجد نفسك تهوى القرآن، تهوى أحاديث النبي، تحب الخير للناس. هذا هو الحب الحقيقي أيها الأحبة. لذلك أرجو أن تحفظوا هذا النص جيدا وأن تتذكره أخي الشاب، كلما راودتك نفسك، كلما وسوست لك نفسك أن تنظر إلى محرم أو تقوم بعلاقة محرمة، تذكر وردد، احفظه غيبا، قل في عقلك وقل بلسانك. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أحبتي في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الجنة ونعيمها، وأن يعيننا على هذه النفس الأمارة بالسوء حتى نخرج من هذه الدنيا والله تعالى راض عنا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.